وإلى الدوري الممتاز، حيث يستضيف فريق غزل المحلة نظيره الداخلية على ملعب الأول في 2:30 عصر اليوم ضمن مباريات الجولة 7 من عمر المسابقة. يتطلع فريق المحلة إلى تحقيق الفوز بثلاث نقاط وتحقيق أول انتصار بالدوري بسبب سوء نتائج منذ بدايات المسابقة واحتلاله المركز 17 بنقطتين فقط. ويتطلع الداخلية إلى العودة من المحلة بالثلاث نقاط للحفاظ على المركز الأول الذي يحتله برصيد 13 نقطة في ظل غياب الأهلي والزمالك.